صباح الخير عليك يا نهاوند ويا كريم، وانت طيبه والحمد لله على السلامه. وبرنامج 10 الصبح في الاهلي، وكالعاده هنقول لكم اخر اخبار الفرق الرياضيه من مقر النادي الاهلي بالجزيره. خلوني في البدايه ابدا بكره القدم، والحقيقه اني حابه اقول لكم ان في حاله من الترقب عند كل الجماهير الاهلاويه، طبعا منتظرين مباراتنا امام سان داونز، مباراه اياب ربع نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا. يعني ان شاء الله كلنا بنتمنى التوفيق لفريقنا، وان شاء الله يحققوا نتيجه ايجابيه ويتخطوا بقى عقبه سان داونز، ويكونوا على بعد خطوات قليله جدا من تحقيق حلم العشره. كمان حابه اضم صوتي لصوتكم وابارك لناشئين 2006 كره القدم، طبعا بعد تتويجهم ببطوله الجمهوريه، وايضا ابارك لسيدات الذهب، سيدات كره الطايره بالنادي الاهلي بعد تتويجهم بلقب الدوري. الحقيقه المميز ان سيدات كره الطايره بالرغم من ان هم حسموا بطوله الدوري قبل انتهاء مباراتين، لكن هم كان عندهم الحقيقه حرص شديد ان هم يفوزوا في جميع المباريات ويحققوا العلامه الكامله. طبعا حابه ابارك لهم، والحقيقه ان هو ده النادي الاهلي دايما في المقدمه. خلونا بقى دلوقتي ننتقل لاخبار تدريبات الفرق الرياضيه. النهارده هيكون في تدريب لفريق رجال كره الطايره استعدادا للمباراه القادمه اللي هتكون امام الاتحاد السكندري يوم الجمعه. المباراه هتكون هنا بمقر النادي الاهلي بالجزيره، طبعا هتكون مباراه كبيره، يعني فريق الاتحاد فريق كبير، لكن عندنا ثقه كبيره جدا في رجال كره الطايره، يعني فريق الماسترز، وان شاء الله هيحسموا المباراه لصالحهم بنتيجه ايجابيه. كمان رجال كره السله عندهم تدريب النهارده. حابه اقول لمشاهدينا ان رجال كره السله الفتره دي بيتمرنوا على فترتين يوميا، فتره صباحيه بتكون الساعه 10 الصبح، بتكون مبنيه اكتر على التدريبات البدنيه، معظم الوقت بتكون في صاله الجيم، وفتره مسائيه بتكون الساعه 6 مساء، بتكون مبنيه اكتر على التدريبات الفنية. طبعا كل ده عشان يفضلوا على مستواهم في لياقتهم البدنية، طبعا بعد توقف بطولة دوري السوبر بسبب طبعا بطولة افريقيا، يعني ان شاء الله عشان لما يرجعوا يكونوا بنفس الاداء ونفس اللياقة البدنية. كمان معانا خبر ليه علاقة بناشئين السباحة. الحقيقة ان هم في فترة استعداد وتركيز كبيرة جدا، بيستعدوا للبطولة اللي هتكون الشهر القادم شهر 6، يعني بيستعدوا بشكل كبير جدا، طبعا بسبب ان كان في فترة توقف بسبب الحقيقة انتهاء السيزن، وكمان بسبب ظروف فيروس كورونا، لكن هم الفترة دي رجعوا واستأنفوا التدريبات، وفي حالة من التركيز كبيرة جدا طبعا استعدادا للبطولة، وعشان يظهروا بمظهر الحقيقة يليق باسم النادي الأهلي. ده على صعيد التدريبات. كمان حابة أقول لكل الأعضاء اللي حابين يتوجهوا لمقر النادي الأهلي بالجزيرة، في حالة من النشاط داخل النادي، يعني يمكن الأعضاء المتواجدين بشكل مش كبير طبعا بسبب انتهاء عيد أجازة عيد الفطر المبارك، لكن زي ما قلت في حالة من النشاط. حالة الجو دلوقتي درجة الحرارة 27. كمان حابة أؤكد أن جميع الإجراءات الاحترازية الحقيقة بيتم تطبيقها بشكل كبير، يعني بداية من التعقيم الشامل عند بوابات الدخول النادي الأهلي، طبعا بيتم تعقيم أيضا جميع المقاعد بشكل مستمر، وأيضا ارتداء الكمامات، كل ده حفاظا على سلامة الأعضاء. كمان حابة أقول أن في سيولة مرورية جيدة لكل الطرق المؤدية للنادي الأهلي، فكل الأعضاء اللي حابين يتوجهوا لمقر النادي الأهلي بالجزيرة تقدروا تيجوا وتستمتعوا بيومكم النهاردة. يعني دي كانت الأجواء وأبرز أخبار الفرق الرياضية معاكم، لو عندكم أي استفسارات. تسبقين انت يا هنا قبل ما اسالك، انت عارفه انا احب اسال الحاجات دي صح؟ طيب بما اننا دلوقتي شايفينك يعني لايف، انا شايفه حد بيعوم وراكي، يعني برضو لو نعرف الناس، هو دلوقتي حمام السباحه اتفتح ولا ده تدريب؟ يعني خلينا نعرف منك. لا، هو بيبقى فيه تدريبات في الفترة الصباحية لأعضاء النادي الأهلي، وكمان بيكون حمام السباحة مفتوح، لكن طبعا بأعداد معينة بسبب طبعا ظروف فيروس كورونا، يعني كل الإجراءات الاحترازية زي ما بقول بتطبق حفاظا على الأعضاء. رائع جدا، شكرا ليكي الزميلة العزيزة هناء أبو القاسم على التغطية دي، شكرا.